بدمائهم الزكية رسم شهداء الإمارات فجر اليمن مسطرين ملاحم بطولية نقشت على الصخر، وتهل ذكراهم العطرة في 30 من نوفمبر تشرين الثاني كل عام في يوم الشهيد، تخليداً لمن ضحوا بأرواحهم في ساحات الشرف خلال أداء مهامهم الوطنية، لا سيما في اليمن عقب مشاركة الإمارات ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. يعني حقيقة المناسبة غالية وعظيمة وكبيرة في قلوبنا، يعني بهذه المناسبة 30 من نوفمبر يوم الشهيد الإماراتي في اليمن، نحن سعداء جدا في هذه المناسبة أن نحيي، أولا نترحم على الشهداء الذي سقطوا، وبالمناسبة نهني أيضا الأسر لهؤلاء الشهداء الذي ضحوا بأنفسهم لنصرة أخوانهم في اليمن، وحقيقة نهني أنفسنا ونهنيهم بهذه المناسبة. على جبهتين ضد تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي، قاتل الجيش الإماراتي في اليمن ضاربا أروع الأمثلة في الانتصار والفداء، مقدمين واجبهم الدفاعي الوطني باحترافية وجاهزية عالية. ونحن نستقبل ذكرى 30 من نوفمبر عيد شهداء الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي شاركت في إطار التحالف العربي مشاركة فعالة لدعم الحكومة اليمنية من المد الفاسي وكذا تنظيم القاعدة الإرهابي، وفرصة أيضا أن نصادف هذا اليوم ذكرى 30 من نوفمبر لتحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني. بهذه المناسبة أولا يطيب لي أن نهنئ الشعب الإماراتي قيادة وشعبا، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد قائد الشعب الإماراتي، والتحية موصولة لجميع الشعب اليمني والإماراتي، فالجميع مشتركين وفي خندق واحد. الشعب اليمني والشعب الإماراتي تجمعهم علاقات قوية بل أخوية معمدة بالدم. خلال عمليات التحالف العربي في اليمن لم تكن مهمة القوات الإماراتية المشاركة على الأرض بالمهمة السهلة، ورغم ذلك نجحت في دحر الميليشيات الحوثية من جنوب اليمن وصولاً إلى مأرب وتعز شمال اليمن. هذا الحدث الهام الذي يأتينا ليس حدث واحد ولكن بحدثين عظيمين وهامين، وهما 30 من نوفمبر عيد الاستقلال الوطني الجنوبي الأول، وكذلك يوم الشهيد الإماراتي الذي شاركنا في معركة تحرير العاصمة عدن وفي مختلف الجبهات للمقاومة الجنوبية والقوات المسلحة الجنوبية، اختلط دمه بدم أبطال قواتنا ومقاومتنا الجنوبية وتشكل عجينة تضامن، والتحالف الوطني أو القومي الكبير الذي نحن نفخر بانتصاراته التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة ميدانية من قبل القوات الإماراتية. شهادات حية ورسائل شكر وامتنان يبعثها القادة العسكريون في اليمن للقيادة الإماراتية وجيشها الشجاع، لا سيما في مناسبة عظيمة كمناسبة يوم الشهيد الإماراتي، لتظل علاقة البلدين الشقيقين معمدة بالدم وراسخة كالجبال. ضحوا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في كل بقاع الأرض اليمنية، ابتداء من تحرير عدن فكانوا في الصفوف الأولى في الجبهات، وهم من يقودون هذه المعركة إلى جانب أخوانهم اليمنيين حتى تحررت عدن، وفي من بعد ساهموا بصورة مباشرة في تحرير ساحل حضرموت، وسقط العديد منهم من شهداء وجرحى في تحرير عدن وفي تحرير حضرموت وأيضا في الساحل الغربي تحرير محافظة تعز باتجاه الساحل وفي شبوة في تحرير شبوة من تنظيم القاعدة وفي مأرب. فالأخوة الإماراتيين العسكريين القادة والضباط
استبسلوا في هذه المعارك جميعا التي ذكرناها وروت دماءهم التراب اليمنية. فنحن لا نجد في هذه الفرصة إلا أن نعزي أسر هذه الشهداء وجرحاهم، وهذه الذكرى عظيمة علينا جميعا، وسنظل ستظل هذه الذكرى خالدة في قلوبنا وستدرس في المدارس بإذن الله.